الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب الخامس بعد 500، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. في هذا الباب حديث واحد، والرابع والتسعون بعد 500، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، كان قارنا صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة لانشغاله، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها أجاز له رسول الله التمتع، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لحجة الوداع يوم السبت ما بين الظهر والعصر، لخمس بقين من ذي الحجة، بعدما ترجل سرح شعره، الدهن يعني تطيب بالمسك، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة يعني المصبوغة بنبات الزعفران التي تردع على الجلد أي تؤثر في بدن لابسها سواء باللون أو بالرائحة، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل. لما اعتدل صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته في البيداء الصحراء يعني رفع صوته بالتلبية، ولم يكن هذا الإهلال بداية إحرامه، بل هو بدأ من ذي الحليفة، أحرم مسجد ذي الحليفة وأهل إهلاله الأول من هناك، ثم أهل إهلاله الثاني حين استقلت به ناقته، ثم أهل للمرة الثالثة حين على شرف البيداء، وهو ما ذكره هنا ابن عباس لنا، يعني يرفع صوته بالتلبية. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحج، يعني قدم صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، طف بالبيت، سعى بالصفا والمروة بين الصفا والمروة اللي هو طواف القدوم، ولم يحل من أجل بدنه لأنه لم يتحلل من إحرامه من أجل أنه قد ساق الهدي، فلما ساق الهدي أصبح حجه قارنا، فدخلت العمرة في الحج فلا يستطيع أن يتحلل. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون جبل مشرف على بعد ميل ونصف من البيت الحرام، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، لأنه انشغل صلى الله عليه وسلم فمنعه شغله أن يعود إلى المسجد الحرام، وذلك وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم، يعني إيه؟ يتحللوا من إحرامهم، يفسخوا الحج إلى العمرة ويتحللوا بالطواف والسعي، وذلك لمن لم يكن معه بدنه، أي ولكن أمره صلى الله عليه وسلم
بفسخ الحج إلى العمرة خاص بمن لم يسق الهدي، ويجوز له عند ذلك التمتع، يؤدي العمرة ثم يتحلل منها، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يحرم من جديد. فقه الحديث يدل على جواز الإحرام بكل إزار ورداء إلا الثياب المصبوغة بالزعفران، وهو نبات أصفر كده كالسمسم له رائحة عطرية، فإنها تحرم، وهي تحرم مطلقا عند المالكية ولو لم يكن لها رائحة. الجمهور قال تجوز إذا ذهبت الرائحة، إذا ذهبت رائحتها. هذا هو فقه الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.